صلى على النبي كده بقى يا ريس، واشترك في القناة واعمل لايك للفيديو، وتعال نشوف بقى الفن والإبداع ده يا جماعة. بجد الشاب اللي هو بيرسم ده يعني فنان والله. شايفين يا جماعة الصورة بالأبعاد بتكون شكلها عاملة ازاي؟ يعني اتفرج بقى على الصورة دي في الآخر بعد ما يخلص خالص، انت مش هتتخيل انها صورة، هتتخيل ان هي حاجة حقيقية. يعني ركز ركز وشوف. طبعا يعني بيرسم ميل الضوء وكده. شايفين يا جماعة بقى الرسمة؟ لا بجد فنان والله، يستاهل لايك والله. وصلوا على النبي، اشتركوا في القناة. جميل.